السلام عليكم طلاب. طلاب إن شاء الله اليوم نبدي نتكلم عن اللاب السادس، المختبر البكتيريولوجي. إحنا بالمحاضرات السابقة أخذنا شنو؟ أخذنا اللاب سيفتي، أخذنا الأجهزة، أخذنا الزرع، أخذنا طريقة الكلتشر، تحضير الميديا، هاي كلها تكلمنا عنها. اليوم أيضا مختبر من المختبرات جدا مهمة، وأنا تكلمت عنها أكثر من مرة، اللي هي بكتيريال ستينينج، تصبيغ البكتيريا، اللي قلنا راح نصبغها باسم وصبغات خاصة للتمييز بينها بين البوزيتيف وبين النيجاتيف، وقلنا البوزيتيف شنو يطلع لونها والنيجاتيف شنو. وأيضا هسه راح نتكلم بالتفاصيل يمكم للتوضيح. شوفوا الطلاب، هنا منطينا فد مقدمة بسيطة عن الجرام ستين وعن البكتيريا بصورة عامة وأنواع الصبغات. ركزوا وياي على مود تأشرون على الملازم. هنا بالبداية دا يتكلم يقول سيز بكتيريا are colorless، يعني احنا شنو we must stain them، يعني هي البكتيريا اساسا عديمة اللون، فاحنا لازم شنو نصبخها على مود شنو staining. ايش راح يسوي لي على مود studying of البكتيريا شنو مالتها الشيبس، ندرس الشيبس ونفرق بين انواعها زين، وايضا ندرس شنو الخصائص الانترنال كومباوند اوف ذا بكتيريال سيل، او ندرس شنو الاشياء او الخصائص الداخليه للجدار البكتيريا. فهنا السبب او الفائده من الستيننج هاي الثلاث نقاط، ليش على مود ستيننج للبكتيريال شيب نعرف شكلها ونميزها بين الانواع الاخرى، وايضا ندرس الخصائص الداخليه للجدار. اوكي زين، هنا انواع التصبيغ بصورة عامة، عندي indirect stain و direct stain. ال indirect stain التصبيغ أو الصبغة الغير مباشرة ويسمى النيجاتيف ستين، أما الدايركت ستين يسمى البوزيتيف ستين. شنو الدايركت وشنو الاندايركت؟ الاندايركت ستين ما راح يقدر يخترق لي الجدار أو الانفلوب مع البكتيريا زين، بس شنو راح يكون؟ فقط الباك جراوند راح تكون دارك، يعني ستين ذا سلايد بات نوت ذا سيل، هذا الفرق. يعني أصبغ السلايد يصبغ، مو تصبغ للبكتيريا، لأن ما راح يقدر يخترق الجدار مالته. المثال عليه الأندية زين والكونغو، هاي تحفظوهن طلاب زين. أما نجي على الدايركت ستين، الدايركت ستين هو البوزيتيف ستين، لا هذا راح يخترق للجدار مال الخلية، ومو بس الجدار، يخترق جميع مكونات البكتيريا زين. المثال عليه شنو هو؟ السيمبل والديفرينشال ستين، واضح. هنا هذا المخطط راح يوضح لكم. هنا بالاندايركت ستين انواع الصبغات الكونغو والانديا، وراح نجي على الدايركت بي سيلكتيف والديفرينشال والسيمبل. هاي شنو طلاب من عندكم راح ناخذ فقط تعرفوها، يعني معلوماتكم احنا راح نبدي نشرح شنو الجرام ستين زين. الجرام ستين ليش يسمى جرام ستين؟ نسبة للعالم اللي هو شنو هذا الدنماركي والطبيب اللي كريستين جرام اسمه زين، اللي شنو ميزنا وعرفنا هاي الصبغات، وهي الجرام ستين اكثر صبغة واكثر طريقة مستخدمة وين؟ بالمختبرات البيولوجية، واضح. بالجرام ستين قلنا احنا راح يميز لي انواع البكتيريا الموجبة عن البكتيريا السالبة. فهنا عندي البكتيريا البوزيتيف راح يطلع لي اللون مالتها قلنا شنو بيربل او بلو، يعني بنفسجي او ازرق. ليش؟ لان الجدار مالتها السيل وول هاف اثيك ببتيدو جلايكان لير، مو قلنا؟ عكس النيجاتيف اللي راح تطلع لي بينك او ريد، احمر او على وردي، لانه السيل وولش يحتوي على اللايبو بولي سكرايد. اوكي طلاب، وهاي انتو كلكو يعني اللي تعرفوها وشارحيها، بس هنا بدينا بالجزء العملي. هنا البروسيجر، البروسيجر راح تتكون من خطوات. اول شيء باي طريقة عمل لازم يكون عندي سامبل العينة اني ماخذتها زين، اخليها على سلايد واسوي لها فيكسينج وين؟ بالبيرنر قلنا، على مود نثبت البكتيريا مالتنا. ليش نسوي فيكسينج على البيرنر؟ على مود شنو تجف البكتيريا وتثبت على السلايد، واضح.
واضح طلاب؟ زين، راح أجي على الصبغات. طلاب الصبغات تكون بالتسلسل، يعني ما يصير تقدم لي الصبغة الثالثة عن الأولى، لازم الصبغة الأولى، الصبغة الثانية، الصبغة الثالثة، الصبغة الرابعة، يعني ما تخربطون بيناتهم، واضح؟ فأجي الأول صبغة اسمها كريستال فايوليت، شنو وظيفتها أو شنو فائدتها؟ برايمر ستين. إيش قد أعوفها؟ دقيقة واحدة. من تخلص الدقيقة رأساً أسوي ووش بالديستل ووتر، أسوي لها غسل. بعدها شنو أضيف؟ إيش راح أضيف؟ الأيودين. الأيودين أيضاً دقيقة واحدة. شنو فائدة الأيودين؟ الموردنت، يعني شنو؟ مثبت، راح يثبت لي هذا الصبغة أو هاي البكتيريا. وأيضاً من تخلص الدقيقة أسوي ووش. تجيني الخطوة الثالثة ديكولرايزيشن، اللي هو شنو وظيفته؟ الكحول أو الإيثانول 15 سكند ثانية، يعني رأساً أخليه وأسوي له غسل بالديستل ووتر. ايش راح يسوي لي؟ ديكولرايزيشن وظيفته قصر. زين، اما اخر نوع هو السفرانين، اخليه ايضا 30 ثانية. شنو وظيفة السفرانين؟ هو السفرانين هو كاونتر ستين، يعني هو صبغة عكسية للأولى، فإذا كانت ثالثة راح تصبغ لي السفرانين. واضح طلاب؟ وأغسل السلاي وأنتظر الجد شوية وأفحص تحتي المجهر. أشوف تحت المجهر دائما نقص على 40 أو على 100، مع المية لازم أخلي الأويل أليوم. هذه شكرا.